يعني عملتم على تدليل هذه عملنا على تدليل هذه حتى أن المواطنين يعني أحسوا بأهمية هذه العملية مما أو هو مما سمعوه ومن ما تناقلته وسائل الإعلام من خطورات هذا الوباء ومن واجب ومن الواجب ومن الواجب مكافحته ومكافحة الحد من انتشاره عبر أنواعه. والتزام بمعايير السلامة والوقاية طبعا. نتكلم عن المواد الأولية المستعملة في عملية التحقيم، مصدرها هل مديرية البيئة لها الرصيد الكافي لمواصلة العمل اللي هو متواصل طبعا؟ في البداية كانت هنالك يعني مشاكل، هو أولا قلة ليست مشاكل يعني مادية أو مالية ولكن في هذا المحلول تي ار سان يعني كان نادر على المستوى الوطني، لكن الحمد لله بتدخل السيدة الوالي استطعنا أن نقتني هذه المادة. كانت البداية هذه المادة نستعملها فقط للأماكن والإدارات العمومية والأماكن المستقبلة للمواطنين والجمهور، لأنها يعني أماكن مغلقة ويمكن استعمال هذه المادة بفعالية، وكذلك عدم تبريدها وعدم يعني تكون في الهواء الطلق والفعالية تاعها لا تكون مجدية 100%، وكذلك بسبب ندرة هذه المادة. لكن بعد ذلك الحمد لله يعني كذلك بعد تدخل السيد الوالي تم اقتناء كمية التي تكفي لحد الآن، تكفينا بأن نقوم بهذه نواصل هذه العملية عملية التحقيم وعملية التقطير، حتى أننا قمنا باستعمالها حتى في المزارع وفي بعض المناطق المعزولة على مستوى ولاية روشن باستعمال هذه المادة التي مفعولها يدوم حتى 15 يوم، يعني عوض أننا في البداية كنا نستعمل مادة الكلور المركز التي يعني استعمالها ربما يوم أو يومين فعالية تحية أو يومين، وذلك بسبب تحللها في الأوساط النائية وفي الأوساط الطبيعية. فالآن مع هذه المادة تي ار سان الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر السيد الوالي على توفير هذه المادة، لحد الآن مكتفين ونستطيع أن نواصل هذه العملية حتى يرفع إن شاء الله الوضع. كانت كذلك هذه الكمية كانت معدة للتحضير، كنا قد قمنا باحتمال أنه المؤسسات المدرسية والمؤسسات الجامعية ربما تفتح، كانت هذه الكميات يعني مخزنة من أجل تعقيم هذه الأماكن هذه، ولكن القرار الأخير الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية ب يعني تأجيل هذه الدخول إلى سبتمبر إن شاء الله 2020، فهذه المادة راح تستعمل في مواصلة هذه التعقيم. درنا الحملة الأولى، درنا الحملة الثانية، الآن راح ندخل إن شاء الله في الحملة الثالثة. طالت حال هذه الحملات وفق البرنامج وفق الرزنامة الزمنية، لأن كل 15 يوم نعاودوا نرجعوا للمقر أو الإدارة التي تم تعقيمها بهذه المادة، وهذا بوضعك يعني في هذا المجال يعني لا يجب أن أنسى أن أشكر يعني الفرقة التقنية التي تسهر والتي تسهر ليلا ونهارا في هذا رمضان، في شهر رمضان الكريم، يعني الفرقة